يعني لو رحت لحضرتك دكتور سليم وحابه اعرف منك المفروض نعمل ايه؟ يعني دلوقتي موسم امتحانات وطوارئ وطوارئ ودايما ثقافه البيت المصري ده ان طوارئ بنكهرب الولاد في البيت، لازم تقعد تذاكر، يبقى مثلا بيعمل اي حاجه تانية، لا احنا مش عايزين نشوفه غير قاعد على المكتب بيذاكر. ازاي اقدر اعمل توازن؟ ازاي اقدر اطلع طفل سليم نفسيا وطفل مجتهد قادر يعني قادر يبقى بيعرف يعمل توازن بين ده بس ما دمروش بقى نفسيا؟ طيب، اولا انا بشكر حضراتكم على الدعوه الكريمه، اهلا وسعيد جدا بوجودي معاكم على القناه المحترمه حاجة. والمنبر الاعلامي اللي كلنا بنعتز بيه. ونمره 2، بقول لكل شعب مصر، كل امهات مصر، كل ابهات مصر، كل اولياء الامور، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه سنه طيب. جديده وسنه سعيده. طبعا مع ان الاحتفالات دي بتروح متعتها بسبب الامتحانات. ايوه. كل سنه وكل ولادي وبناتي طلاب طيبين في كل انحاء مصر. بدءا ذي بدء، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. التوتر اللي موجود في البيوت المصريه ده موروث ثقافي. أيوة. موروث ثقافي متكامل. جاي منين؟ جاي من النجاح، عمليه النجاح والسقوط. مع ان الاساس في العمليه التعليميه ان الطالب ينجح. أيوة. ما ينفعش الطالب يسقط. الاساس في العمليه التعليميه ان احنا بنعلم عشان الطالب ينجح. تعليم يعني في اساسه انه ينجح. نمره 2، اولياء الامور بيوصلوا الطالب او بيوصلوا ابنهم لفوبيا، الخوف من الامتحانات. أيوة بالظبط. بيبقى القلق مرضي مش القلق عرضي. يعني حتى الطالب بعد ما يخلص من الامتحان، لو القلق مرض الطالب يمتحن ويخلص المفروض القلق يروح. لا قلقان، طب انا جاوبت كويس، طب انا ما جاوبتش كويس، طب انا لو جبت درجه قليله بابا يعمل معايا ايه، ماما تعمل معايا ايه. ده اسمه قلق مرضي. انا اعرف اهالي يا فندم بيتخانقوا مع اولادهم على نص درجه، ده ممكن على ربع درجه. فده ده ده موروث ثقافي انا بقول عليه موروث خطا نتيجه النجاح والسقوط. نمره ثلاثة، مقارنه اولادنا وبناتنا باقرانهم من جيرانهم من قرايبهم من ذوي سنهم، ده بيعمل لهم ستريس اكتر. اوعى ابن عمتك يجيب مجموعه احسن منك، اوعى هو ينجح وانت لا، اوعى اوعى. الكلام ده يزود القلق، يزود القلق بشكل فظيع. وهنا فكره انه الاهل نفسهم بيتجاهلوا ان في فروق فرديه ما بين الولاد وبعضهم، يعني اللي متفوق في الرياضيات هتلاقي التاني متفوق في العلوم، عشان كده انا بقول كل واحد عنده حاجه. انا لان عشان كده بقول لك ايه، يعني في طبيب ناجح وفي معلم انجح من طبيب وفي مهندس انجح من الطبيب والمعلم وفي محاسب انجح من الاثنين. فحكايه ان احنا نحصر نفسنا في زاويه التفوق عشان نطلع كلنا نجري على مهنه واحده، ده الموروث الثقافي الذي يجب ان نتخلى عنه جميعا. صحيح. نمره 4، عدم التنسيق بين اولياء الامور وزاره التربيه والتعليم من خلال الادارات التعليميه ومن خلال المدارس. لو كل اداره تعليميه او كل مدرسه في كل اداره تواصلت مع اولياء الامور بشرح بسيط او بتدريب بسيط لاولياء الامور عن طريقه الامتحان، عن تدريب المعلمين، عن كيفيه الامتحان. وفي الفتره الاخيره يمكن حصلت دروبات كتيره في وزاره التربيه والتعليم بسبب كورونا، الولاد قعدوا سنتين في البيت، اتفاجئوا بالمنهج الجديد في رابعه ابتدائي او في ثالثه ابتدائي، لان هو كان بادئ من اولى ابتدائي مش من رابعه، بس هي سنتين كورونا الطلبه ما امتحنتش فاتفاجئوا بمنهج جديد. فده كله راجع الى عدم تنسيق بين وزاره التربيه والتعليم والادارات التعليميه واولياء الامور، راجع الى الموروث الثقافي اللي كلنا اتولدنا بيه وتواجدنا فيه، كلنا عايزين اعلى درجات عشان ندخل كليات قمه. اهمال المجتمع للتعليم الفني. اهمال المجتمع للتعليم الفني. انا كل اللي انا عايزه من ابني يحشي دماغه معلومات ويحطها في ورقه الاجابه، لا ليه دعوه شاطر في العلوم، شاطر في الرياضه، شاطر في الهندسه، شاطر في التاريخ، شاطر في الفلسفه. هو عايزه ينجح ويجيب 95 97 عشان يدخل كليه طب يا كليه هندسه. صحيح. ده الموروث الثقافي الخطا. فعشان كده انا بقول ايه، انا بعول على وزاره التربيه والتعليم ووزاره التعليم العالي انهم يعملوا تنسيق مكثف قبل الامتحانات حتى بشهر بين الادارات التعليميه، ويستدعوا اولياء الامور يعمل لهم تريننج. أيوة. يدربوهم جدا. اولياء الامور اللي ابنائهم في ثالثه اعدادي يجيبوهم في يوم، ابنائهم في سته ابتدائي يجيبوهم في خمسه ابتدائي يجيبوهم في يوم، بحيث ان ولي الامر نفسه
يعرف ان الموضوع سهل. وكمان فكرة التنسيق دي هتفيدنا في حاجة دكتور سليم، انه بيتم اكتشاف قدرات ومواهب ومهارات الطالب نفسه اللي هي ممكن تكون فعلا بتميزه عن غيره، ويبتدي انه المدرسة نفسها بتكتب تقرير في كل طالب مثلا ان هو ده متفوق في كذا، مش مسألة درجات نجاح وسقوط. ده كمان حاجة تانية كمان، يعني انا اعاول على وزارة التربية والتعليم، الدكتور رضا زميل عزيز وصديق عزيز، ان احنا قلنا ما نخليش 100% من الدرجات على الكتاب المدرسي او الحصه المدرسيه. صحيح. او على المعلومات، لان في خبرات، في مهارات، في سكيلز، في انشطه، في اخلاقيات. ما هو في كل ده حاصل يا دكتور فعلا. احنا بحييك على النقطه دي، احنا عايزين طالب فاهم مش حافظ. أيوة بس أيوة يعني انا النهارده حضرتك احنا عايزين بس نقول لاولياء الامور، كل بابا وكل ماما عندهم طلبه في المدارس، احنا معاكم لايف في الفقره دي عشان نلاقي لنا حل بقى للموضوع ده. النهارده حضرتك انا لما انا اكون داخل الامتحان على اساس ان انا ال 100% بتوعي معلومات بس، ما طبعا لازم يحصل فوبيا، لكن في نشاط رياضي، في نشاط اجتماعي، في نشاط ثقافي، في نشاط مسرح، في مواهب وسكيلز وقدرات، لازم الوزاره تحط حاجات بحيث ان انا الطالب ولي الامر قاعدين على الكتاب 24 ساعه، وبعد ما الطالب يمتحن برضو الام والاب متوترين، هل هينجح، هل هيجيب مجموع كويس، هل هيجيب مجموع خاطئ. بصراحه انا شايف ان الموضوع محتاج تكثيف مجهد باكتمال المنظومه بدءا من ولي الامر من البيت، ينتهي بوزاره التربيه والتعليم، بالتنسيق بين كل الجهات وكل الادارات، حتى المنابر الاعلاميه. المفروض في الفترات دي في قناه خاصه بوزاره التربيه اسمها قناه مدرستنا، بتبث من مدينه الانتاج الاعلامي. ليه الوزير والناس وكل المختصين في وزاره التربيه والتعليم، مدير مركز تطوير المناهج، مدير الاكاديميه المعنيه، ومهم قوي يبقى فعلا زي ما حضرتك بتقول، يبقى في تنسيق بين الاهالي وبين وزاره التربيه والتعليم والمدرسه نفسها، ويطلعوا يقولوا يا جماعه الامتحانات الموضوع هيمشي بشكل كذا، لكن احنا بنسيب ولي الامر يسمع من معلم، ولي الامر يسمع من حته معينه، وبعد كده اصحاب النفوس المريضه كتير جدا. الناس اللي هم بيستفيدوا بشكل شخصي.